فوز الوصل اليوم يلعب الأطراف. يعني أنت بعد ما أخذت الصدارة من عقر دار الشارجة خسرتها ابتعادك من اتحاد كلبة، وبعدين كملت ابتعادك بخسارة من الجزيرة، اليوم لابد من الفوز مشعل، لابد من الفوز في 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 جزئيات كثيرة، منها عدم إعطاء فراس العربي المساحة في التمرير يعني للأمام، خاصة تمريرات حاسمة لمبونغو قادم من الخلف، محمد هلال قادم من الخلف، وأيضا في وجود وليد أزارو أمام يعني أمام المدافعين. شكرا كابتن إسماعيل، شكرا كابتن ماجد، شكرا كابتن يوسف. إذن مشاهدينا الكرام، مباراة القمة بين الوصل وعجمان في الجولة التاسعة، والفريقان يمتلكان حتى الآن نقاط متقاربة، إن على مستوى الوصل ب15 نقطة أو عجمان ب14 نقطة. نتمنى أن نستمتع في هذه المواجهة. عبد الله السعدي سيصحبنا ويصحبكم في الوصف والتعليق. شكرا زميلي العزيز مشعل القحطاني، شكرا للكباتن اسماعيل راشد، يوسف عزير، مايد الفلاسي. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي، سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات دبي الرياضية، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. هذه أجمل وأطيب تحية هنا في ختام الجولة التاسعة لدوري أدرك للمحترفين، ومن زعبيل معقل الوصل، معقل الفهود، لقاء الوصل مع عجمان هنا في هذا الملعب، هنا في هذا الاستاد الذي يحتضن مباراة الأصفر والبرتقالي في الجولة التاسعة من دوري أدرك للمحترفين في ختام مباريات هذه الجولة. الوصل الفريق الذي يبحث عن العودة لمزاحمة الصدارة، الوصل الذي يمتلك 15 نقطة ويبحث عن الوصول إلى النقطة رقم 18 ليكون بعد ذلك بفارق نقطة وحيدة فقط عن ثلاثي الصدارة الوحدة الشارجة شباب الأهلي، هنا بمدربه الأرجنتيني إخوان بيتزي وأمام جماهيره العريضة التي تتواجد كالعادة في زعبيل في مهمة يبحثون من خلالها عن العودة بالنقاط الثلاث. ولذلك الشعار الوصلاوي في مباراة اليوم، نعود من زعبيل، هكذا كانت العبارة وهكذا هو الشعار. بينما في المقابل الفريق البرتقالي المميز هذا الموسم في انطلاقة رائعة بقيادة الصربي غوران برصيد 14 نقطة، هو الآخر يبحث عن مزاحمة الصدارة، ولم لا الطموح البرتقالي الكبير في هذا الموسم. أيها الأحبة في كل مكان عبر دبي الرياضية، صافرة البداية هكذا تأتي من حكم المباراة محمد الهرمودي الذي يطلق ويعلن بداية أحداث هذا اللقاء وهذه المباراة ما بين الوصل وعجمان هنا في الجولة التاسعة من دوري أدرك للمحترفين. الوصل الفريق الأصفر الذي يلعب بخالد السناني في حراسة المرمى، علي سالمين، علي صالح، جابرييل ديزينيو، فابيو ليما، فارس خليل، سفيان بوفتيني، جيرينومو بوبليتي، توماس تشانكلاي، سالم العزيزي، وألكسندر فازيليفيتش. في الجانب الآخر عجمان مع مدرب الصربي غوران يلعب بعلي الحسني في حراسة المرمى، عبد الله صالح، ميريل، وليد زارو، محمد فراس بالعربي، محمد هلال، برستيج مبونغو، محمد اسماعيل، وليد اليماحي، بلال يوسف، وعصام فايز. هذه هي الأسماء العمانية من خلال طبعا المباراة التي تنطلق، ولدينا بالتالي وليد زارو هنا في هذه اللقطة. لكن مستوى وموسم كبير جدا يقدم نادي عجمان، تتحدث عن المركز السابع لكن برصيد 14 نقطة، وقبل هذه الجولة
كان ما بينه وما بين الصدارة فقط نقطتين، فقط نقطتين. لذلك هي مباراة منتظرة ومرتقبة، والبداية السريعة الآن. ولدينا إنذار حمد الهرمودي في لقطة أولى، وفي الدقيقة الثانية فقط يشهر البطاقة الصفراء لمدافع عجمان عبد الله صالح. هكذا تبدأ سريعة مثيرة ساخنة هذه المباراة. عبد الله صالح الذي يتحصل على البطاقة الصفراء، والذي كان وصلاويا في يوم من الأيام، اليوم هنا يعود بهذه الذكريات ويقطع الكرة بالشكل الذي يكلفه بطاقة صفراء من قبل حكم المباراة محمد الهرمودي، الذي يشير إلى وجود الخطأ والإنذار أيضا في هذا التوقيت. كرة بالتالي مرت، يعني عبد الله صالح ليس فقط الوصل، لكن الشعب الوصل لفجيرة، ثم الآن في نادي عجمان، كل هذه الأندية التي لعب بها اللاعب طبعا صاحب 34 عام مدافع نادي عجمان. خطيرة الكرة إلى خارج الملعب، مرت هكذا سريعة من فارس خليل. اللقطة والمحاولة الماضية كرة كانت خطيرة جدا في بداية المباراة، في انطلاقتها العرضية من فارس خليل، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، مرت على توماس تشينكلاي. اللقطة والمحاولة الماضية، فرصة بالتالي سريعة جدا أتت الكرة أمام هذا الأرجنتيني الوصلاوي تشينكلاي، 23 عام، تتحدث عن كولون، عن ريسينج كلوب، وهو القادم طبعا من الفريق الأرجنتيني ريسينج ووصلاوي. ست مباريات توماس تشينكلاي حتى الآن لم يسجل مع نادي الوصل على مستوى بطولة الدوري. الكرة تتحول من جديد، محاولة وانطلاقة وصلاوية هنا باتجاه علي سالمين، نقلة في منتصف الملعب، زينهو يتقدم الآن، الكرة لا زالت معاه. الحكم يشير إلى استمرارية اللعب من خلال اللقطة الماضية، والكرة ملعوبة الآن هنا باتجاه المغربي وليد أزارو سيطرة على الكرة الآن، تمريرة هنا باتجاه مبونغو، لكن الكرة أيضا بتتخلص من دفاعات الوصل وعن طريق فابيو ليما في اللقطة والمحاولة الماضية. توماس تشينكلاي، علي صالح، نقلة وصلاوية هنا في الجانب الأيسر، محاولة المرور، الحكم يقول ويشير إلى استمرارية اللعب، بعد ذلك يأتي الخطأ وتأتي الصافرة، بينما أيضا حديث اللعب علي صالح هنا في هذه الكرة. دورينا مثير هذا الموسم ومثير جدا، نتحدث عن وضعية الفرق. اليوم فاز كل من الوحدة والشارجة، وبالتالي هم المتصدران مع نادي الشباب الأهلي الذي انضم بالتالي إلى القمة والمقدمة، وبالتالي الثلاثي الذي يتساوى في عدد النقاط في دورينا في ظاهرة لربما لم نشاهدها منذ زمن طويل، أن تتشارك ثلاثة أندية على مستوى النقاط في صدارة الدوري، والفارق ما بينها هو فقط في المواجهات المباشرة. التريبل 19، الثلاثة أصحاب 19 نقطة، الوحدة أولا، الشارجة، ثم شباب الأهلي، بعد ذلك يأتي الجزيرة 17 نقطة، العين 16، الوصل ب 15 نقطة، وكل من عجمان واتحاد شلبة 14 نقطة، أي أن الفارق ما بين الأول وما بين الثامن هي 5 نقاط فقط في دورينا. تنافسية كبيرة ما شفناها من زمان في دورينا على مستوى التقارب النقطي ما بين الأندية التي تحتل الصدارة والأندية التي تليها بعد ذلك. لدينا الآن رمية تماس، 5 دقائق مرت، هنا الأمور لا زالت سلبية وبدون أهداف. فابيو 175 مباراة، ليما في هذا المساء، في هذه المباراة وفي هذا اللقاء أمام نادي عجمان يبحث عن الهدف رقم 136 على مستوى بطولة الدوري. الكرة فيها صافرة الآن، ولدينا بالتالي الخطأ الذي يأتي هنا من خلال الكرة والمحاولة الماضية. شوف من بين اللاعبين اللي موجودين حاليا وينشطون حاليا في بطولة الدوري، ليما هو الثالث تاريخيا. تكلم عن علي مبخوت 190 هدف، الهداف التاريخي لدورينا، ثم بعد ذلك طبعا يأتي تيغالي ب 174 هدف، وبفارق هدف وحيد عن معادلة أسطورة الوصل الفهد الأسمر فهد خميس الذي يمتلك 175 هدف. وبالتالي يعني الأمور هكذا تسير، بينما ليما 135 هدف.
هذا من اللاعبين اللي موجودين. شوف اليوم ايضا الوحده فاز 3-0، تيغالي ما سجل. الشارجه بهدف وبانتصار صعب جدا من ضربه جزاء عن طريق كايو، يصل الى 19 نقطه. شارجه الفريق اللي ايضا كان قد خسر مباراتين في ملعبه، تحدث عن مباراه الوصل ومباراه الوحدة والهدف القاتل من جواو بيدرو في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، لكن الشارجة يتدارك الموقف ويفوز اليوم وإن كان بصعوبة على نادي طبعا الظفرة، ليلتحق أيضا بالصدارة الثلاثية على مستوى الكبار في دورينا ب 19 نقطة. هذا محمد إسماعيل لاعب نادي عجمان، ولدينا رمية التماس التي تأتي الآن هنا لمصلحة نادي عجمان في الجانب الأيمن من أرضية الملعب. كرة تتحول من جديد منتصف أرضية الملعب. مبادرة جميلة أيضا كانت حقيقة قبل انطلاقة المباراة، تكلم عن المركز الإعلامي الجميل بالنسبة لنادي عجمان، الفريق الذي طبعا يتحدث عن العلاقة الكبيرة ما بين عجمان وما بين الوصل، ولدينا هنا صافرة أتت من قبل حكم المباراة. والحساب نادي عجمان اللي كان تحدث حقيقة بعبارة جميلة قال فيها: في كل بيت عيماني وصلاوي عاشق، في إشارة طبعا إلى شعبية نادي الوصل وإلى أيضا العلاقة الكبيرة ما بين جمهوري الفريقين على مستوى المنافسة في بطولة الدوري. ولذلك يأتي هذا اللقاء الآن ما بين الفريقين اللي تفرق بينهم نقطة واحدة فقط، الوصل 15 نقطة، وبالتالي أيضا نادي عجمان 14 نقطة، والفريق الذي يفوز في مباراة اليوم سيقترب بشكل كبير من الثلاثي المتصدر. الوصل إن فاز سيصبح في رصيده 18 نقطة، عجمان 17 نقطة، وبالتالي الانتصار هو هدف لكل فريق بكل تأكيد هنا في أرضية هذا الملعب. محاولة وصلت الآن صافرة من قبل حكم المباراة، ولدينا الخطأ يأتي لمصلحة نادي الوصل وتحديدا اللاعب علي صالح في هذه الكرة، والتدخل الذي يأتي من اللاعب السلوفيني مدافع نادي عجمان ميريل سامارتيك. كرة تعود الآن من جديد مرة أخرى لمصلحة نادي الوصل، لما كما ذكرت 135 هدف سجلها في بطولة الدوري فقط. انطلاقة تعود من جديد وصلاوية، علي صالح يحاول، الكرة بتتخلص. تحدث عن 20 مواجهة جمعت الوصل وعجمان في دوري المحترفين، هذه انطلاقة لعجمان، ولدينا الراية التي تأتي والبطاقة الصفراء أيضا على المدافع طبعا فارس خليل، بطاقة صفراء على فارس مدافعي الفريقين طبعا عبدالله الصالح من الجانب العماني، والآن فارس خليل من الجانب الوصلاوي، وراية كانت قد حضرت أيضا من المساعد الثاني محمد غليطة لتشير إلى وجود الخطأ، وبعد ذلك الراية الموجودة وصافرة حكم المباراة. ذكرت 20 مواجهة بين الفريقين في المحترفين، الوصل يتفوق بتحقيقه الفوز في نصف هذه المواجهات، أي 10-6 لعجمان وأربع تعادلات. آخر 6 مواجهات هنا في زعبيل تفوق عجمان في نصفها مقابل انتصار وحيد للوصل والتعادل مرتين. يعني تخيل نتائج عجمان هنا في زعبيل في آخر 6 مباريات، عجمان فاز في 3 وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، أي أن الوصل في مواجهات أمام عجمان في زعبيل في آخر 6 مباريات فاز مرة واحدة فقط. هذا انطلاق الآن وصلت للأمام، زين هو أمام المرمى ولكن الراية موجودة من المساعد الأول، تأتي الراية مسعود حسن، فرصة وانطلاقة وانفراد كان لمصلحة نادي الوصل، لكن شوف التسلل واضح تماما في اللقطة الماضية، التسلل واضح تماما في اللقطة الماضية على زينهم، لتعود الكرة بعد ذلك لمصلحة نادي عجمان، تعود الكرة لمصلحة نادي عجمان في اللقطة والمحاولة التي مرت جابرييل زينهو لاعب نادي الوصل البرازيلي المتسلل في اللقطة والمحاولة الماضية. 26 عام لاعب ريو آفيا البرتغالي، موريرينسي البرتغالي،
وقبل ذلك البداية في لينينزي البرازيلي. هنا كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، لدينا بالتالي رمية تماس لمصلحة رائد الوصل علي صالح هنا في الانطلاقة، ما تمريرة بعد ذلك من فارس خليل، تقدم هنا انطلاقة لمصلحة رائد الوصل منتصف أرضية الملعب، التمريرة التي تأتي من اللاعب بابليتي عالية إلى فابيو لكن إلى خارج أرضية الملعب. الكرة مرت تشانكلاي، وجمهور نادي الوصل الذي كالعادة جمهور الذهب كالعادة حاضرا موجودا مؤازرا مشجعا هاتفا لفريقه في أرضية الملعب. المدرب بيتزي مدرب نادي الوصل، هدفنا الاستمرار في المنافسة، هكذا صرح المدرب الأرجنتيني قبل هذه المباراة. هنا بابليتي، كرة تتحول تعود إلى فارس في الجهة اليسرى من أرضية الملعب، محاولة إلى علي سلمين علي صالح واستلام، لكن الكرة تتخلص أيضا من ميريل مدافع نادي عتمان في اللقطة والمحاولة الماضية على أرضية الملعب. الآن لاعب نادي عتمان عصام فايز اللاعب المغربي، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة لعصام فايز اللاعب المغربي اللي طايح على أرضية الملعب لاعب نادي عتمان، وميريل أيضا مع علي صالح في لقطة فيها شد وفيها جذب وفيها أيضا يعني بعض المناوشات ما بين لاعبي الفريقين. حكم المباراة الآن يتدخل في هذه اللقطة وفي هذه الكرة. هنا اللقطة التي أتت ما بين ميريل وعلي صالح، لكن بعد ذلك حدث التدخل ما بين زينهو وما بين أيضا عصام فايت. هذه اللقطة تدخل قوي من زينهو جابرييل زينهو، وبعد ذلك حدثت المشادة ما بين أيضا ميريل وما بين علي صالح في اللقطة التي من خلالها أيضا المدافع السلوفيني ميريل مدافع نادي عجمان في اللقطة والمحاولة الماضية. هنا قاتلوا من أجلنا keep going، هكذا اللافتة التي رفعها جمهور نادي عجمان في مواجهة طبعا جمهور نادي الوصل هنا في هذا المدرج الذهبي. نعود من زعبيل، هكذا كان الشعار قبل انطلاقة المباراة. العودة في هذا اللقاء مهمة جدا بالنسبة لجمهور نادي الوصل، واللافتة الجميلة يا شافي الروح والأبدان أشفي حمدان، هكذا هي المبادرات التي تأتي دائما من المدرجات، الرسالة التي تصل بأن المدرج ليس فقط للتشجيع ولكن أيضا لإيصال العديد والعديد أيضا من الرسائل. نعم هكذا هي كرة القدم، ملحمة جماهيرية من خلالها تبرز المبادرات الجميلة والعديد أيضا من الأشياء من صميم الحياة، ليس فقط كرة القدم. كرة تعود الآن لمصلحة عجمان، المدافع ميريل في اللقطة الماضية، ولدينا انطلاق الآن للأمام، تحولت هنا في الجانب الأيمن، محمد إسماعيل يحاول عرضية خطيرة أمام المرمى لكن ألكسندر خلصها، أبعدها الصربي في الوقت المناسب. المرتدة هنا من بابليتي الأرجنتيني إلى فابيو ليما على أرضية الملعب، يكسب خطأ هنا في هذه اللقطة. ربع ساعة أيها الأحبة في كل مكان عبر دبي الرياضية، النتيجة هي التعادل السلبي حتى الآن ما بين الفريقين هنا في أرضية الملعب. الحديث عن الوصل وعجمان، آخر مواجهة كانت لعجمان 4-2 في زعبيل في هذا الملعب في الجولة 24 من بطولة الدوري العام الماضي، سعيد جاسم في راس بالعربي سجل هدفين، وليد زارو سجل هدف، وفي الجانب الوصلاوي ميريل سجل هدفا للوصل بالخطأ في مرماه، وألكسندر فاسيليفيتش المدافع الصربي. 4-2 كانت نتيجة المباراة الأخيرة، قبلها في عجمان كان التعادل السلبي ما بين الفريقين. إبعاد من ميريل، وصلت الكرة، هذه كرة تتحول، الوصل 4-2 هنا في زعبيل في العام الماضي، نتان ليما سجل ثنائية، وأيضا نيكولاس أوروز
سجل الهدف الرابع، بينما تراولي من ضربة جزاء والياندرو سباداسيو هما من سجل هدفي نادي عجمان في تلك المباراة. الآن انطلاقة، محاولة في الجانب الأيمن، وصلت الكرة هنا في منتصف أرضية الملعب، علي صالح والمرور والسيطرة على الكرة في اللقطة والمحاولة الماضية. الآن من جديد إلى حارس المرمى، وصلت لعلي الحوسني، ثم بعد ذلك عبد الله صالح، عصام فايز هنا عن طريق ميريل، هذا طبعا السلوفيني 35 عام، المدافع الذي سبق وأن لعب لأولمبيا اليوبيليانا وهي طبعا عاصمة سلوفينيا، كان لاعبا في حتى قبل ذلك لعب أيضا في كرة خطيرة لنا أمام المرمى إلى خالد السناني، الكرة والمحاولة الماضية. هذا هو طبعا أزارو، وليد أزارو المغربي مواطن أيضا سفيان بوفتيني، وبعد ذلك سالم العزيزي الذي أرسل الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة من سفيان إلى وليد إلى أيضا الخطأ الذي يشير من خلال حكم المباراة الآن إلى قرار سيكون حاضر الآن، القرار القادم من قبل حكم المباراة. هنا حمد الهرمودي واحتجاج من قبل لاعبي نادي عجمان في اللحظات الماضية، هل من قرار يلوح في الأفق؟ ننتظر. رمية التماس، رمية التماس كان يشيك على ضربة جزاء، لكن في غرفة الفار عيسى خليفة وأيضا جاسم عبد الله كمساعد، لذلك اللعب يستأنف الآن. عبد الله صالح للأمام، هنا استلام من عصام فايز، دخول من سفيان أو وليد أزارو، وليد أزارو هو طبعا من تحصل على خطأ في اللقطة الماضية. بابليتي حاضر وموجود، ولدينا عصام فايز أو وليد أزارو في اللقطة الماضية. هذا وليد أزارو، والخطأ القادم الآن لمصلحة نادي عجمان. 0-0 لا زالت الأمور مستمرة حتى الآن. المغربي وليد أزارو، نتحدث عن رحلة مغربية لصاحب 27 عام من الأهلي المصري إلى الاتفاق السعودي ثم إلى عجمان هنا في المنطقة طبعا الخليجية. وليد اليماحي عرضية، ولكن إلى ضربة ركنية تتحول الكرة والمحاولة الماضية. ضربة ركنية هنا كما نشاهدها ونتابعها الآن في هذه اللقطة. التقدم حاضر وموجود، ميريل يتقدم، قلوب الدفاع عبدالله صالح وميريل أصحاب القامة الطويلة بكل تأكيد يتقدمان في هذه الكرة. عصام فايز، لكن فراس بالعربي هو من سينفذ، التونسي فراس يلعبها في منطقة الجزاء. الله، عجمان يتقدم، البركان يثور هنا في زعبيل بهدف أول يأتي من ضربة ركنية. 1-0 لمصلحة عجمان، هكذا يسجل الكونغولي برستيج مبونغو أول أهداف المباراة. يتقدم عجمان إذن من ضربة ركنية، من ضربة ركنية من أجل مزاحمة الصدارة ومن أجل الاقتراب أكثر فأكثر من المقدمة. يسجل عجمان هذا الهدف، مرت عدت وصلت إلى المرمى. برستيج العمانية في زعبيل واضح، واضح الآن في هذا الهدف، هدف أول يأتي في المباراة بالقدم اليسرى لبرستيج مبونغو. 1-0 لمصلحة عجمان، التقدم هنا للبركان البرتقالي بأول أهداف المباراة. فرحة كبيرة في المدرج، عجمان البركان، نعم نعم عجمان إنه البركان في اللقطة والمحاولة التي أتى منها الهدف، وفرحة جماهيرية لجماهير وعشاق نادي عجمان بالهدف الأول هنا في هذه المباراة.
1-0. وأنا ذكرت بأن المواجهات الأخيرة عجمان هو من يتفوق. أتحدث عن زعبيل، أتحدث عن زعبيل. آخر 6 مواجهات عجمان فاز في 3 وتعادل مرتين مقابل انتصار وصلاوي وحيد فقط. ولذلك عجمان كعب عالي في زعبيل في المواجهات 6 الأخيرة. رمي التماس لمصلحة راد الوصل، الكرة تعود هنا عن طريق علي صالح، بعد ذلك بابليتي، جيرونيمو، خالد السناني في اللقطة الماضية. هنا لدينا سوفيان بوفتيني، وبالمناسبة الوصل يعني في ملعبه هذا الموسم لا يحصد نقاط كما هو الحال خارج ملعبه أبدا. وعلى ملعب الوصل الفريق تعرض لكثير يعني أيضا من النتائج الغير جيدة. هذه الكرة الآن تعود مرة أخرى للوصل، تشانكلاي في منتصف أرضية الملعب إلى فابيو ليما، فابيو مرر إلى زينهو، زينهو إلى سالم العزيزي، نقلة وصلوية، استلام هنا بابليتي، منتصف أرضية الملعب لمصلحة راد الوصل، تشانكلاي الأرجنتيني الآن الكرة معاه يحاول المرور والتسديد، والكرة الآن إلى حارس المرمى علي الحسني يتمكن من السيطرة والتصدي للكرة والمحاولة الماضية. هذه هي التسديدة وهذه هي الكرة التي وصلت إلى حارس المرمى. الوصل خارج أو في ملعبة هذا الموسم الجولة الأولى تعادل مع الوحدة، الجولة الثالثة تعادل مع دبا 1-1، بعد ذلك فاز على الظفرة 4-0 لكنه تعادل مع الاتحاد، وبالتالي انتصار وحيد فقط. تخيل انتصار وصلاوي وحيد فقط في ملعبه هذا الموسم من بين كم مباراة؟ مباراة، مبارتين، 3-4 مباريات في ملعب الوصل، هذه الخامسة. 4 مباريات سابقة الوصل فاز مرة واحدة فقط على الظفرة، 8 أكتوبر الماضي وتحديدا الجولة الخامسة انتصار وحيد وثلاث تعادلات، انتصار وحيد وثلاث تعادلات. هذه الكرة الآن تصل إلى تشانكلاي باتجاه فابيو ليما، اليماح يبعد الكرة الماضية، ولدينا يا سلام على الدوران الآن في اللقطة الماضية، الكرة من بلال يوسف لمصلحة نادي عجمان. فريق كبير، فريق في أرضية الملعب يقدم كرة قدم جميلة جدا نادي عجمان، ولا أدل من المركز الذي يتواجد فيه، والنقاط في رأس بالعربي أمام المرمى، لكن يتدخل بابليتي في اللحظات الأخيرة، وهنا الخطأ لمصلحة نادي الوصل، الخطأ لمصلحة نادي الوصل في اللقطة والمحاولة الماضية. الوصل أيضا قادم من خسارة أمام الجزيرة في الجولة الماضية، قبلها الوصل تعادل مع الاتحاد هنا في هذا الملعب، ولذلك آخر فوز وصلاوي كان على الشارجة قبل 3 جولات بهدف جيلبرتو في الجولة 6، وطبعا جيلبرتو يغيب عن مباراة اليوم، وهو الغياب الكبير والمهم بكل تأكيد للمهاجم الوصلاوي. منتصف أرضية الملعب، محاولة عن طريق علي سالمين، علي مرة أخرى. عجمان على مستوى بطولة الدوري أول مباراة تعادل أمام العين 1-1 في ملعبه، مباراة كانت مثيرة حقق من خلالها التعادل أمام حامل اللقب نادي العين، خسر من طبعا النصر بهدفين نظيفين ومن الشارجة 3-2، لكن بعد ذلك بدأت الرحلة الحقيقية لنادي عجمان منذ الجولة 4، الفوز على دبل فجيرة 3-1، ثم بنياس 2-0، وبعد ذلك طبعا تعادل مع خور فكان وفاز على الجزيرة وعلى البطايح، والوصل الآن أمام المرمى، مرت من الكل، عدت من الجميع الفرصة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، ويا لها من فرصة وصلاوية عرضية
عرضية أيضا خطيرة لكنها تمر من الكل. هنا الكرة التي تعود لمصلحة نادي الوصل من جديد. هنا الكرة إلى حارس المرمى علي الحسني. علي يرسل الكرة عالية وللأمام. عجمان خارج ملعبه، ثلاث مباريات فاز في مباراتين وخسر مباراة، أي أنه جمع ست نقاط من أصل تسع. علي سالمين تحولت الآن إلى فارس خليل، يحاول المرور ولدينا صافرة. حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ على محمد إسماعيل وأيضا في الجهة اليسرى. شايف اللقطة هنا زينهو جابرييل يسقط على أرضية الملعب والخطأ وصلاوي الآن قادم هنا في هذه اللحظات. علي صالح الوصل بكل تأكيد يبحث عن العودة، يبحث عن التعادل. شنكلاي وبقية الرفاق هنا يتواجدون في هذه الكرة الثابتة. عجمان سجل من كرة ثابتة، هي طبعا ضربة ركنية. والآن لدينا هذه الكرة التي تصل إلى نادي الوصل عن طريق اللاعب علي صالح. علي بانتظار صافرة حكم المباراة. نقترب من أول نصف ساعة أيها الأحبة في كل مكان عبر دبي الرياضية. النتيجة لا زالت تقدم نادي عجمان بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب برستيج الكونغولي إمبونغو. الآن لا زالت الكرة لم تلعب. ما الذي يحدث؟ هناك عودة للفار، عودة للفار ستكون في لقطة. هل هناك احتمال لضربة جزاء؟ هل هنالك احتمالية لشيء ما؟ ما الذي حدث؟ الآن الحكم محمد الهرمودي يعود إلى لقطة من اللقطات. هذه الكرة محمد إسماعيل على قدم زينهو. هذه لقطة فيما لو اتخذ فيها قرار طبعا حكم المباراة محمد الهرمودي قد تكون بطاقة حمراء. لا أسبق الأحداث ولكن شاهدنا مثل هذه الكرات ومثل هذه الحالات. القرار عند حكم المباراة الآن، ننتظر ونشاهد ونتابع. الدقيقة 30 والحكم محمد الهرمودي الآن يعود إلى أرضية الملعب من أجل أن يعلن عن القرار، القرار الذي قد يكون مؤثرا، قد يكون نقطة تحول في المباراة. هو الآن يقول يا محمد إسماعيل تعال. بطاقة حمراء، طرد لمحمد إسماعيل لاعب نادي عجمان في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرت الأحمر يظهر، الكرت الأحمر يظهر. وجمهور الوصل أكيد سعيد بهذا التطور الذي حدث الآن في هذه اللقطة في المدرج. احتجاج من قبل لاعبي نادي عجمان على هذه اللقطة وهذه الكرة. وبالتالي يعني كما ذكرت من خلال اللقطة الدهس على قدم زينهو والعودة إلى الفار من أجل البطاقة الحمراء. قران يحتاج، لاعبو نادي عجمان يحتاجون على قرار حكم المباراة في هذه اللقطة التي من خلالها يشير إلى وجود بطاقة حمراء. وهذا ما سيكلف نادي عجمان خسارة لاعب محمد إسماعيل طوال الشوط الثاني بأكمله وربع ساعة من زمن شوط المباراة الأول. هذه اللقطة ولدينا إبراهيم المهيري طبعا حكم خبيرنا التحكيمي في استديوهات دبي الرياضية والذي سيشير بعد ذلك طبعا إلى رأيه في هذا القرار. الآن شوف في كرت أصفر آخر، كثير من المشادات حدثت، كثير في راس بالعربي. وشوف الآن الاحتجاجات، حكم الراية أيضا في أرضية الملعب، لغط كبير، احتجاجات كبيرة الآن نشاهدها، عدم رضا
حالات تحكيمية تحدث نعم في دورينا. غوران يحتاج الجهاز الفني الإداري بالنسبة لنادي عجمان. كابتن نادي عجمان يتحدث مع حكم المباراة محمد الهرمودي في قرار الطرد. الآن الحكم أيضا يتجه هو الآخر الآن مرة أخرى إلى المدرب غوران. المدرب غوران حالات عديدة ولحظات ستكون بمثابة نقطة التحول الآن من قبل حكم المباراة. الاحتجاج ما زال مستمرا أيضا من اللاعب محمد إسماعيل، ولذلك يغادر أرضية الملعب. لا زال حكم المباراة لم يستأنف اللعب. كثيرة هي الدقائق التي مرت الآن، ونشاهد أيضا الحكم يتحدث مع الحكم أو مع المدرب غوران مدرب نادي العجمان، يهدي حكم المباراة. قرارات تحكيمية بكل تأكيد ستكون حاضرة على طاولة الزميل إبراهيم المهيري، ولذلك هنا الطرد على محمد إسماعيل. والكرة الآن ستلعب لمصلحة نادي الوصل، لمصلحة نادي الوصل. عالية محاولة بالرأس لكن أيضا بتتخلص علي سالمين. توماس تشنكالوي نعود من زعبيل من أجل أن نصالح الجماهير، من أجل أن نزاحم الصدارة، من أجل أن نتقدم في جدول الترتيب. أهداف الوصل في أرضية الملعب تترجم في الشباك، أهداف الوصل من مباراة اليوم تترجم في المرمى. هدف التعادل يأتي من كرة راسية، علي سالمين سددها، توماس تشنكالوي وضعها في المرمى. القضية الكبيرة هو من يحل وضعية الوصل الحالية ويسجل هدف التعادل. 1-1، يا له من سيناريو، طرد وهدف وصلاوي والنتيجة الآن 1-1. من الكرة الثابتة ينجح الوصل في تسجيل هدف التعادل كما سجلها عجمان من كرة ثابتة. 1-1 أصبحت النتيجة الآن، 1-1 هنا من زعبيل. العودة من زعبيل شعار الوصل في هذه المباراة. 1-1، ولدينا بالتالي تدخل أيضا من غوران بسبب حالة الطرد التي أتت. هو يسحب الآن اللاعب محمد هلال ويدفع أيضا باللاعب سعيد سليمان في طبعا تبديل اضطراري بكل تأكيد من أجل أن يعيد ترتيب أوراق الفريق على مستوى طبعا الظهير الأيمن المدافع محمد إسماعيل. بالتالي يستغني عن لاعب وسط هو محمد هلال لكي يعني يحافظ على شكل الفريق العمود الفقري بالنسبة لفريق طبعا نادي عجمان. إذن 1-1 هي النتيجة، الوصل والأفضلية العددية. هذه تمرير الآن ميريل خلصها، بلال فراس بالعربي انطلاق الآن من صاحب الهدف برستيج. مبونغو يتقدم للأمام، لا زال يحافظ على الكرة. التمريرة العالية إلى فراس، استلام من فراس بالعربي والتسديدة بعد ذلك إلى حارس المرمى خالد السناني. يا لها من لحظات مثيرة في هذا اللقاء. حالة الطرد، الهدف الوصلاوي الأول، التعادل هنا قبل النهاية بعشر دقائق. عبد الله صالح ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في كرة كانت خطيرة جدا عبد الله صالح، لكن مرت بسلام على مرمى نادي عجمان. بلال هنا لمصلحة نادي عجمان. وليد اليماحي نقل على الجانب الأيسر، عصام فايز، كرة لبلال في منتصف أرضية الملعب. الكرة تعود لعبد الله صالح من جديد، هنا تتحول باتجاه ميريل السلوفيني، يرسل الكرة الآن في الجانب الأيمن، ولدينا الآن تمريرة أخرى تعود وكرة لمصلحة نادي عجمان هنا في هذه اللحظات. هذا طبعا هو فارس خليل وليد زارو اللاعب المغربي، ولدينا الكرة الآن التي تصل إلى عبد الله صالح
ثم بلال يوسف في منتصف الملعب. كرة تعود وصلاوية إلى علي صالح. هنا بابليتي حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ. ينفذ الخطأ بشكل سريع. نقلة باتجاه زينهو. استلام الآن من سالم العزيزي. إلى بابليتي. ألكسندر فازيليفيتش الصربي إلى فارس. خليل هنا في الجانب الأيسر من أرضية الملعب. تحولت الكرة وعادت بالتالي من جديد لمصلحة نادي عجمان. انطلاقة وصافرة. وحكم المباراة هنا يقول خطأ لمصلحة نادي الوصل. شوف اللقطة مرت. الكرة أيضا عدت. ولدينا فابيو واستلام هنا في هذه اللحظات. سوفيان بوفتيني إلى تشانكلاي. نقلة وصلوية إلى خارج أرضية الملعب. عجمان بالمناسبة في آخر 5 مباريات في الدوري لم يخسر. فاز في 4، تعادل في مباراة، وبالتالي هو تجنب الخسارة في 6 مباريات لآخر مرة في موسم 2017-2018. هل ينجح عجمان اليوم فيما لو تعادل أو حتى فاز في أن يصل إلى المباراة 6 على التوالي بدون خسارة؟ ولذلك عجمان يتواجد برصيد 14 نقطة، نظير ما قدم من أداء ممتاز في طبعا هذا الموسم. كرة تتحول هنا من جديد ملعوبة، لذلك يعني الخسارة الأخيرة كانت أمام الشارجة في الجولة الثالثة. اليوم نحن نلعب في الجولة التاسعة. علي صالح عرضية خطيرة أمام المرمى، مرت يا زينهو خارج الملعب. الكرة تتحول الآن إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي عجمان. شوف انطلاقة علي صالح، المرور في الجهة اليسرى ثم بعد ذلك الرأسية، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. هنا بيتزي والكرة التي تتحول. على فكرة في أيضا إحصائية عن نادي عجمان هذا الموسم. عجمان هو واحد من فريقين لم يسجل لهما أي لاعب مواطن في الدوري. عجمان فريق، والفريق الثاني هو نادي الشارجة، اللي حتى الآن هذيل الفريقين ما سجل لهم أي لاعب مواطن. وهذا ما تأكد في مباراة اليوم. كايو سجل للشارجة، وبعد ذلك طبعا اليوم طبعا برستيج هو ما سجل لنادي عجمان. كرة تعود من جديد. انطلاق الآن وليد أزارو، سيطر على الكرة وليد أزارو، يكسب ضربة ركنية في اللقطة الماضية التي اصطدت في سالم العزيزي. بالمناسبة هدف مواجهات الفريقين هو بوريس كابي بسبعة أهداف، لاعب نادي عجمان السابق. هنا السناني الوصل بهدف مباراة اليوم، هدف تشانكلاي 41 هدف، وعجمان بهدف برستيج 37 هدف. محاولة قوية ولكن أيضا الكرة عادت من جديد هنا في الجانب الأيسر عن طريق البرازيلي زينهو. يمر بشكل جميل منتصف أرضية الملعب، حولها إلى فابيو ليما، والتقدم والانطلاق والمحاولة والتمرير والاستلام واللمسة بعد ذلك في منطقة الجزاء. الله الله فابيو ليما، الكرة للحوسني هنا في اللقطة الماضية. شايف التسديدة والكرة التي وصلت لحارس المرمى علي الحوسني في الوقت المناسب. فابيو ليما والتسديدة التي كان يبحث من خلالها عن هدف آخر يضاف إلى قائمة أهداف الهداف والنجم الكبير فابيو ليما. كرة تعود الآن لعجمان في الدقيقة 40. عبدالله صالح نقلة أمامية. ها
هذه كرة فيها تغطية من سفيان بوفتيني. سفيان سالم العزيزي مضغوط عليه، يحاول الآن التمرير إلى بابليتي. فابيو يخسر هذه الكرة. هنا بلال، عصام فايز إلى عبد الله صالح، نقلات لمصلحة نادي عجمان على الجهة اليسرى، تصل باتجاه طبعا وليد اليماحي. الكرة هنا تتحول، بابليتي الأرجنتيني خلصها، عادت إلى فابيو ليما الآن، ليما سيطر، ليما مرر إلى ألكسندر بازيليفيتش الصربي هنا في الجانب الأيسر باتجاه فارس خليل. لقطة ومحاولة وانطلاقة وتقدم علي السالمين القائد الوصلاوي، لمسة من توماس تشانكا، لاي فابيو ليما، هنا علي سالمين مرة أخرى بكرة تصل إلى جيرو نيمو. بابليتي، سفيان، سيطرة وصلاوية، عودة من لاعبي نادي عجمان، تقدم من علي السالمين، تمريرة هنا بينية في العمق، وان تو، يا سلام، وصلت الآن أمام المرمى لكن بتتخلص، ووليد الزارو بعد ذلك سيطر على الكرة في رأس بالعربي. هنا يتقدم الآن، يتقدم الآن في هذه اللقطة ويحافظ على كرته باتجاه برستيج إمبونغو إلى عصام فايز. بلال مرة أخرى، يعود نادي عجمان تدريجيا ليسترجع أيضا وضعيته في أرضية الملعب. هذا ميريل اللي لعب في أندية عديدة في تركيا وفي صربيا وفي بلده سلوفينيا، وكذلك أيضا في فريق شريف تيراسبول، الفريق طبعا الذي لعب له في مولدوفا، أحد الفرق التي أصبحت شهيرة في عالم كرة القدم. شريف بعد أن فاز على ريال مدريد في دوري الأبطال. ولدينا بالتالي محاولة لعصام فايز. عصام، الكرة تتحول هنا من جديد لمصلحة نادي عجمان. عبد الله صالح بأقل الأضرار يريد نادي عجمان انتهاء شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة الآن للأمام، سالم العزيزي، الكرة تتحول بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. بيتزي حتى الآن متعادل، هو لا يريد سوى نتيجة الفوز في مباراة اليوم، هذا إذا ما أراد الوصل، أن ينضم إلى كوكبة فرق الصدارة، أن يصل إلى النقطة رقم 18، أن يكسر أيضا حالة النتائج السلبية التي تتحقق هنا في ملعب. انتصار وحيد فقط كان هنا في هذا الملعب أمام نادي الظفرة، ولذلك هو يريد النقاط الثلاث، ويريد أيضا مزاحمة الصدارة، ويريد العودة من جديد إلى الدوري لكي يكون وصيفا. اليوم فرصة الوصل أن يكون الوصيف ليس على مستوى جدول الترتيب ولكن على مستوى النقاط، لأن في ثلاثة أندية لديها نفس الرصيد وهو 19 نقطة، لذلك 18 نقطة يكون الوصل بعد ذلك. الفريق الذي طبعا يبتعد فقط بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين. هذه الكرة اللي طبعا مرت، لدينا الآن الانطلاقة القادمة لمصلحة الوصل. هنا ألكسندر، هنا عصام فايز، خمس دقائق كوقت بدل ضائع على أحداث شوط المباراة الأول. لقطة الطرد اللي أخذت أيضا عدد من الدقائق التي يحتسبها الآن حكم المباراة. شوف بيتسي أيضا غاضب على أيضا في ركلة جزاء محتملة. وين هذه لقطة عصام فايز؟ على ما يبدو الكرة تعود لمصلحة نادي الوصل. شوف حكم المباراة، هل هناك ضربة جزاء ستكون؟ هل سيعود إلى الفار؟ لا، الآن يستأنف اللعب، الآن يشير إلى طبعا استئناف اللعب. سفيان يرسل كرة طويلة للأمام هنا باتجاه علي صالح، استلام بالصدر لكن أيضا تغطية تأتي، تغطية حاضرة وموجودة من سعيد سليمان، والكرة إلى خارج الملعب، فيها رمية تماس لمصلحة نادي الوصل. علي سالمين،
هذه الجولة التاسعة، بعدها الجولة العاشرة، ثم بعد ذلك سيكون التوقف، التوقف الذي ستتجه من خلال أنظار العالم إلى بطولة العالم وكأس العالم المونديال. وفي هذه الفترة منتخبنا أيضا فيما قبل انطلاقة كأس العالم سيلعب مباراتين، وسيدخل في معسكر يلعب فيه مباراة مع الأرجنتين، مباراة ستكون تاريخية بكل معنى الكلمة لمنتخبنا الوطني في معسكر أبو ظبي يوم 15، وبعد ذلك يوم 17 مباراة ستكون أمام منتخب كازاخستان. كرة إلى خارج أرضية الملعب تتحول وتعود لمصلحة نادي عجمان. الدقيقة 33 الآن من الوقت بدل الضائع، بعد مرور دقيقتين، وستكون بالتالي ضربة المرمى لمصلحة نادي عجمان، لمصلحة نادي عجمان. حارس المرمى علي الحسني، آخر تعادل بين الفريقين كان بالنتيجة السلبية 0-0 في ملعب عجمان في الجولة رقم 11 في العام الماضي، لكن عندما نتحدث عن نتيجة التعادل 1-1 آخر مرة كانت هنا في الزعبيل قبل عامين في 2020 الجولة رقم 16، ويليام أوسو لعجمان، والتعادل قبل النهاية بدقيقتين للوصل عن طريق والتون سواريز. هنا لدينا رمية تماس ملعوبة باتجاه فابيو ليما، لكن تنكلاي بعد ذلك على أرضية الملعب. بلال نقلة هنا إلى فراس بالعربي، القدم اليسرى المميزة، ولكن أيضا ألكسندر يقرأ التمريرة والصناعة لتعود الكرة من جديد إلى زينهو. هنا بابليتي للأمام باتجاه فابيو ليما إلى تشانكا، أمامية ملعوبة، الأرجنتيني يراوغ، يعود بالكرة الآن إلى بابليتي، تحولت في الجانب الأيسر من أرضية الملعب، عالية من فارس، راسية الآن من ميريل لتعود إلى برستيج. هنا فريق عجمان يحاول المرور الآن في اللقطة الماضية، الحكم يقول العب العب العب. فابيو إلى سالم العزيزي والعرضية العالية، الكرة إلى ضربة ركنية، هنا تتحول لمصلحة نادي الوصل. مبونغو صاحب هدف عجمان على أرضية الملعب هنا في هذه اللقطة، شوف الاصطدام اللي حدث ما بينه وما بين أيضا فابيو ليما في اللقطة والمحاولة الماضية. ولدينا مبونغو الآن يعود من جديد في ضربة ركنية أيضا حاضرة، الوصل سجل من كرة ثابتة، عجمان سجل من كرة ثابتة وهي ضربة ركنية، الآن ركنية للوصل في منطقة الجزاء، الكرة عالية لكن اليماحي خلصها من أمام فابيو ليما لتعود الكرة بالتالي من جديد هنا للوصل في الجانب الأيسر، محاولة العرضية، فابيو يا سلام خطيرة، الله ميريل يتدخل يبعد الكرة الماضية، لازالت موجودة للوصل. هنا ألكسندر يحاول، علي صالح إلى سالم العزيزي، عالية فابيو، الكرة بعيدة، علي صالح يحاول الآن، وبعد ذلك التقدم والتمريرة للأمام كانت من سعيد سليمان، عادت للوصل. الآن الحكم يشير مرة أخرى إلى استمرارية اللعب، سريع المباراة في اللحظات هذه والخمس دقائق لأن تنتهي ونلعب على صافرة حكم المباراة. بلال لعجمان في منتصف الملعب، يا سلام تتحول إلى برستيج، هنا الهدوء، هنا أيضا التمريرات، هنا أيضا الكرات المتناقلة ما بين لاعبي نادي عجمان بهذه الكيفية وبهذه الطريقة من أجل كما ذكرت العودة إلى غرفة الملابس بهذه النتيجة الإيجابية. 1-1 ينتهي شوط المباراة الأول. أيها الأحبة في كل مكان عبر دبي الرياضية، الوصل يعادل النتيجة عن طريق توماس تشانكلاي، لكن قبل ذلك برستيج كان هو المتفوق، هو المتقدم، هو صاحب الهدف الأول لعجمان في الدقيقة 21. لا تذهبوا بعيدا، استراحة قصيرة، نعود بعدها وإياكم إلى شوط المباراة الثاني. تحياتي عبد الله السعدي، والكلمة تعود للزميل مشعل القحطاني. شكرا عبد الله السعدي في الوصف والتعليق. إذن شوطان أول ينتهي إيجابيا بين الفريقين، الفريق الضيف كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق مبونغو،
في الدقيقة 30 يتحصل محمد إسماعيل على بطاقة حمراء، وبعدها توماس سينكلاير يسجل هدف التعادل. أما المواجهة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت فالتعادل السلبي حاضرا بين اتحاد كلبا وبنياس. كيف كانت الأمور التحكيمية مع إبراهيم المهيري؟ مشعل من جديد ومشاهدين قناة بي رياضية، عندنا مباراة الوصل وعجمان بقيادة الحكم محمد الهرمودي في ثلاث حالات خلال الشوط الأول. مباراة يعني يمكن قراراتها التحكيمية في الشوط الأول هي غلبت على الطابع المباراة بشكل عام. خلنا نشوف حكم الساحة محمد الهرمودي، مساعد الأول مسعود حسن، مساعد الثاني محمد غليطة، حكم الرابع يوسف الجسمي، حكم الفيديو عيسى خليفة، وفيديو الثاني جاسم عبد الله. قبل شوي تكلمنا احنا أخوي مشعل على موضوع المسك المؤثر والغير مؤثر، وكذلك ايضا هل اثرت على حركه اللاعب ولا لا. لاحظ هني الحكم امام اللعبه، الحكم سمح باستمرار اللعب، اكيد الان في محادثه بين الحكم وبين الفار، نعم هناك في مسك ولكن بالنسبه لي المسك غير مؤثر. خلنا نشوف العمليه المسك، هل هذا المسك والدفع اللي صار ركله جزاء ام لا؟ مشي الحاله ونمشيها بالبطيئه. الان لاحظ عندي، لاحظ عمليه المسك هاي، الان رجع، الان شوف المسك هذا، ما نقول المسك الان غير مؤثر في البدايه مشي الحالة، لكن لاحظ اليد اليسرى، الدفع اللي صار باليد اليسرى هي اللي عاقت اللاعب. هني قرار ركلة جزاء كان يجب على حكم الفار استدعاء الحكم. أتوقع حكم الفار ممكن ركز على عملية المسك، لكن عكس اتجاه الجري وعكس عكس الدايركشن مال اللاعب. شوف اللقطة هاي، هاي هي لقطة ركلة الجزاء. لاحظ عملية المسك في البداية، لاحظ عندي الان صارت عمليه المسك. لاحظ الان غير الدايركشن مال اللاعب، هني مشي الحاله، الدفع هذا هو اللي اعاق اللاعب، استخدام اليد ودفع باليد اليسرى. انا هني مع ركله الجزاء، كان يجب على الحكم ان يستدعي الفار الحكم واحتساب ركله جزاء، مسك مع دفع وتغيير الدايركشن حركه اتجاه اللاعب. لاحظ اليد اليمنى على اليمين واليسار صار فيها، لاحظ مش الحالة، طبعا الكعبة ما توصل إلى فرصة محققة لأن الكرة مش تحت السيطرة، عشان تي فقط يجب كان عليه احتساب ركلة جزاء وانذار لاعب فريق الوصل رقم 15. نشوف الحالة اللي بعدها، الطرد، الحكم ما أخذ أي قرار، مجرد مخالفة فقط. هني الحكم كان يجب عليه التركيز، على الأقل كان الحكم لو ما شاف الكرت الأحمر كان يجب أن يشهر البطاقة الصفراء. لاحظ الدهس باستمرارية ووضع الرجل، وزن الجسم كامل على الرجل، قرار موفق من حكم الفار باستدعاء الحكم. خلنا نشوف اللقطات، لاحظ عندي لما راح للفار، نمشي الحالة ونشوف القرار عند الفار، استدعى اللاعب قرار سليم وعطاه الكرت الأحمر وكان القرار سليم باللعب العنيف. نشوف اللقطة الأخيرة، المطالبة بركلة جزاء لصالح فريق عجمان، طبعا الدهس واضح مع الاستمرارية ووزن الجسم فيها تهديد سلامة على المنافس. لاحظ ما في أي مخالفة، اللاعب بغى ياخذ قرار من عند الحكم، الفار شيك على اللعبة. لاحظ عندي اللعبة الآن ما في أي احتكاك، والاحتكاك لو يصير ما في الاحتكاك اللي نتكلم عنه، إذن قرار الحكم سليم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق عجمان. تفضل أخوي مشعل. شكرا لك، يعطيك العافية إبراهيم. أعود إلي أرحب بضيوفي الكرام معي في الاستوديو، كابتن إسماعيل راشد، كابتن ماجد الفلاسي، وكابتن يوسف عزير. أبدأ معك أبو عبد الله، لم يستطع الوصل تسجيل إلا بعد الطرد، وإن كانت نفس الحالة يعني اللي حسب فيها الطرد، بعدها استكملت الكرة واستطاع الوصل التسجيل. أنا عشان بستغل الوقت المتبقي أتكلم عن الشوط الأول وبالنسبة للشوط الثاني.
شوف بالنسبة للفريق عجمان بدأ المباراة بشكل جيد، كان يعتمد على وزارو، يعتمد على بالعربي، يعتمد على الهجمات اللي على الطرف خاصة موبونغو، شكل خطورة، سجل هدف بداية المباراة، كانت له الأفضلية في 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 السيطرة على المباراة وفي الهجمات المرتدة. الوصل بعدها بعد ما تم طرد اللاعب، يعني تم استغلال الوقت بشكل جدا سليم بحالة النقص، سجل هدف التعادل. بعدها عجمان حاول انه يعني يكسر اللعب، حاول انه ما يستعجل في عمليه الهجمات المرتده، لان الوصل اذا قطع الكره وفريق كله متقدم بيعمل مشكله كبيره. فصار في نوع من التوازن، المدرب كان ذكي، طلع محمد هلال لاعب الوسط وادخل سعيد سليمان كظهير ايمن مكان محمد اسماعيل المطرود. بيستمر في الشوط الثاني عجمان على نفس الطريقه، بيعتمد على بالعربي الأوزارو ومبونغو في الهجمات المرتدة، بيحافظ على أنه يقدر لأن ينهي المباراة بعملية التعادل أو يخطف له هدف من ركنية، من فاول أو من هجمة مرتدة. براشد، على اللقطة اللي اخترتها تفضل. أنا اخترت لقطة قبل الطرد مشعل، توضح يعني الترابط اللي في فريق عجمان. صراحة كان ترابط جيد وكان هدوء جيد في الملعب من فريق عجمان. أنا أتصور له ممكن كان ممكن يحرج فريق عجمان فريق الوصل في يعني في فترات الشوط الأول. ترابط جميل يعني من فريق عجمان 4-5-1 أحيانا يلعبها فريق عجمان بصراحة، أو أربعة 4-5-1 يلعبها فريق عجمان بالشكل المناسب، وأجاد فيها إلى ما قبل الطرد مشعل. ولكن ميزة فريق عجمان في التحولات الجيدة، خاصة يمكن أنا قلت لك في الشوط الأول ولا كرة تطلع من فريق عجمان من إلا من ريل فراس بالعربي. مشكلة الوصل في حاجة، ممكن نزول المبالغ فيه من ليما. شوف ليما وين متواجد في بناء الهجمة، خاصة أن احنا لما نشوف ليما، شوف تمركز فريق عجمان جميل جدا، ترابط جميل في هذه الفئة، كل لاعب عارف مركزه، كل لاعب واقف في المكان المناسب، التقارب ما بين الخطوط الأربعة، المدافعين لعيبة الوسط بالإضافة إلى المهاجمين. بصراحة عمل جميل اليوم يقدم السيد قران في 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 هذه المسابقة. مشكلة فريق الوصل نزول المبالغ فيه لليما، واللي مو بعاطي الفريق يمكن أفضلية في الناحية الهجومية. أنت اليوم لما تلعب شوف الحالة مشعل، الحالة 4-4-2 تدل على الوقوف الجيد لفريق عجمان، وما يعطون فريق الوصل أي فرصة في مسألة التمرير للأمام. كل لاعب عارف مكانه وين ما تروح الكرة، في ضغط وضغط جميل يمارس الفريق إلى ما قبل الطرد مشعل. بعد الطرد فريق عجمان كان هادي، وهذه بعد من الميزات الجيدة، حتى من خلال ضياع الفرص. الفرصة الوحيدة اللي أضعها دي سوزا اللي كانت في ضربة رأسية. طيب. ما زال فريق الوصل مشعل يستقبل أهداف من الكرات العرضية، يمكن من الأهداف 9 أو من الأهداف 10 5 كرات الفريق استقبلها من الكرات العرضية، سواء كرة الثابتة أو حتى الكرة المتحركة. كابتن ماجد، يعني عجمان كنت تتكلم على دخول محمد هلال اليوم بدل علي مدن، هل هو في حاجة علي مدن؟ أعتقد الزقوران يعني هذا التغيير الوحيد اللي أبقاه، لأنه احترم يعني في مسألة أن علي مدن ما يدافع بالشكل المطلوب، فبالتالي محمد هلال يمكن يدافع بشكل أفضل مع الثنائي اللي هم عصام فايز وبلال يوسف. ولكن أنا أخذت حالة أبو محمد، يمكن أبو راشد خذ الحالة لما الفريق مكتمل. حتى أنا ليش أنا أقول لك الفريق قران يحتمل الفريق في كل الحالات، سواء كان مكتمل الفريق أو حتى الفريق في عنده لاعب مطرود، يلعب بنفس السيستم 4-4-1 في حال طرد اللاعب 4-4-1 بعد محترم الفريق اللي أمامه. لذلك كان عنده تنظيم هذه بعد الطرد، بعد الطرد، هي هذه النقطة بعد الطرد. فتأكيدا على كلام أخوي براشد إن السيستم ما يتغير، بالنسبة إن السيستم الدفاعي ما يتغير بالنسبة لقران، يحاول بشتى الطرق إنه ما يتسجل عليه هدف، ومن ثم يعتمد على انطلاقاته على فراس بالعربي وأزارو في الأمام وبابونغو. مهم جدا يعني في كثير من الأحيان أنت عندك لاعب واحد هو اللي يحرك الفريق بكامل. يعني المفروض هذا اللاعب ما يستلم الكرة ودائما يستلمها ما يكون تحت الضغط،
اللي هو فراس بالعربي ما يستلم الكرة إلا يعني يكون فري ما يكون مرتاح إيه ويكون في منطقة يقدر يمرر. يعني يتكلم نقطة جدا مهمة اللي هي بعد علي سالمين أو بوبليتي، فلما يستلم هنا في هالمنطقة وبدون ما يكون عليه ضغط يسهل مهمة انتقاله أو تمريره للاعبين اللي في الأمام ولقونهم قلة. تكلم عن أزارو وأيضا مبوغو، ولكن يشكل خطورة أيضا متى ما لمس اللاعب هذه الكرة. فبالتالي لابد أن بيزي ينتبه لهذه النقطة بالنسبة لفريق الوسط، أن اللاعب هذا ما يستلم الكرة في وضع مريح. لابد أن يكون في ضغط عليه بحيث أنه هو الوحيد اللي قادر على نقل الفريق عجمان من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. بيستمر عجمان أبو عبد الله على نفس وضعه؟ أكيد، لأنه ما في حل ثاني، لأنك إذا تلعب أنت مع الوسط بتروح تهاجم ممكن تسبب في مشكلة في تناقص لاعب. طبعا أنت تلعب مع فريق يعني عنده قوة هجومية، لكن أنا بأكد دائما أن ليما عليه أنه يكون إضافة عددية في الأمام. صحيح، مش دورك انك انت ترجع نص الملعب، ما مش محتاجك ترجع نص الملعب. صحيح، لازم تجبر زملائك ان هم يوصلوك الكره، لازم تطلب الكره من خلف المدافعين، لازم تتحرك ما بين، تعمل سويتشات مع زملائك، تغير لعب، تغير مع لاعب. الطريقه اللي لعب فيها ليما ما اعتقد انها بتوصله انه يسجل هدف قريب، لازم عليه ان تكون في منطقه 18 او قريب من 18 عشان يقدر يعمل عمليه التسجيل او عمليه التسديد. عموما فريق عجمان يعني في حالة خطر، لأنه هو الفريق ناقص لاعب واحد، لكن مثل ما ذكروا الشباب بعد لا زال يلعب بطريقة 4-4-1 ويعتمد على مهاجم واحد ويعتمد على الهجمات المرتدة اللي يقوم فيها وهو ناجح فيها، موبونغو ناجح، وليد، وأيضا من السنة العربي. طيب، ما في غير هالطريقة اللي عنده في الشوط الثاني. أبو محمد، أنا بس عفوا قبل ما قطع كلامك بالخير، يعني نحن يعني أنا أتصور بيتزي ممكن يقوم بمغامرة في الشوط الثاني نظرا لعيمان في عنده نقص عددي. يعني ممكن انه يسحب احد اللاعبين ويدخل عمر عبد الرحمن بحيث انه يعطي الفرصه ليما يضم للامام مع شنقلاي وعلي صالح على حساب واحد من المحاور. ممكن، انا هذا التخوف، يعني المفروض انه ما يستعجل في التغييرات. انا اتصور ممكن انه بس يدخل عموني بعد ما يتقدم بهدفين أساس يقدر يسيطر على اللعب في وسط الملعب. إذا بهدف هدف أعتقد عموري ما أنا برأيي ما راح يكون حل، ما بيكون موجود. أنا كنت بسألك أبو راشد على هالموضوع، هل عموري حل؟ شوف، الحل أنت اليوم في خاصة في الأمام عندك اثنين جيدين اللي هو في الارتكاز، أنا أتكلم في الارتكاز عفوا، علي سالمين وببليتي قايمين بهذا الدور، ولكن الحل الأفضل زيادة الكثافة العددية في الأمام، في وجود ليما قرب شنقلاي، في وجود علي صالح جنب شنقلاي، في وجود دي سوزا جنب شنقلاي، لأن الأربعة بعاد عن بعض بشكل 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 كبير. لا يمكن مثل ما تفضل كابتن يوسف، لا يمكن يعني ليما يقوم بدور صانع بدون لاعب الارتكاز من 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 يعني من من نص الملعب. مكان ليما على الأطراف، لاعب ضد لاعب عند الأفضلية، دبل باس عند الأفضلية، التسديد عند الأفضلية. لكن إذا كان بعيد عن يعني عن 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 زملائه ما راح يشكل أي 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 خطورة. هذا ممكن إنه يعني بيتزي هو اللي طالب منه هذا الدور؟ أنا ما أتصور إن بيتزي يطالب هذا الدور، لأن على التشكيل اللي شفناه ليما وشنقلاي في الأمام. عجمان إذا ذهبت الأمور للتعادل من صالحه؟ أكيد، يعني أنت يلعب في الوصل وناقص لاعب أكيد، ويعمل لك نتيجة إيجابية بالتعادل، أكيد هذا شيء يعني نقطة إيجابية لفريق عجمان. لكن أعتقد أن الوصل ما بيترك عجمان في الشوط الثاني، بيكون هناك ضغط مباشر، لازم يسجل هدف ثاني أساس أن يكون يعني تكون الفرصة له أكثر لتسجيل أكثر أهداف، خصوصا أن الوصل محمد يعني اليوم لاحظت ان شوي يعني في ما في تحضير كثير. اليوم بوبليتي عامل شغل جدا ممتاز، وجوده في نصف الملعب والزياده العدديه اللي يعملها خلف الثلاث مهاجمين اللي في الامام جيده. اللي كنت تخوف منه بيصير عموري بيدخل الحين، انا هذا اللي كنت اقوله، يعني ان دائما يكون بيتزي متسرع في اتخاذ القرار، احيانا تصيب معه، ممكن يخاف ان تطول الامور والضغط يزيد عليه وعلى لعيبته اذا استمرت الامور بالتعادل والفريق اللي امامه منقوص لاعب. بس انت اليوم تنظيمك جيد، اليوم وجود اثنين اللاعبين ارتكاز على مستوى عالي جدا عامل لك شكل صحيح. فريق عجمان فريق لا يستهان، يعني ممكن يكون عموري على حساب احد الارتكاز، ودائما
ما ادري بيرجع للطريقه الاولى انه يلعب بعلي سالمين او بوبليتي واحد منهم على ارتكاز او ممكن يضحي بسوزا وهذا وهاي مخاطره انا في صوري لا سوزا موجود على احد المحاور علي سالمين طيب شكرا ضيوفي اذهب الى عبد الله السعدي في الوصف والتعليق شكرا زميلي العزيز مشعل القحطاني شكرا للكباتن اسماعيل راشد يوسف عزير مايد الفلاسي بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات دبي الرياضيه مباراه الوصل وعجمان في شوطها الثاني هنا بعد ان تركنا شوط المباراه الاول ينتهي بتعادل الفريقين 1-1 مع وجود حالة طرد على نادي عجمان للاعب حمد اسماعيل عجمان تقدم اولا عن طريق برستيج مبونغو وعادل تشانكلاي بعد ذلك لمصلحة نادي الوصل لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة نتيجة التعادل 1-1 شوط المباراة الثاني الان الذي يدفع من خلال المدرب بيتزي بعموري إلى أرضية الملعب هنا في تشكيلة نادي الوصل من خلال هذه اللحظات ومن خلال انطلاقة هذا الشوط الذي يبدأ الآن كرة أولى تتحول إلى خارج أرضية الملعب من المدافع السلوفيني ميريل بلال يوسف الآن يكسب رمي التماس لمصلحة فريق نادي عجمان في اللقطة والمحاولة الماضية ولدينا بالتالي عمر عبد الرحمن إذن إلى أرضية الملعب هنا من خلال هذه اللحظات لحظات انطلاقة شوط المباراة الثاني هذا هو طبعا سعيد سليمان يرسل الكرة إلى فراس بالعربي فراس يحاول لكن تشانكلاي قطع الكرة مررها إلى علي صالح في منطقة الجزاء الحكم يقول لا شيء على فكرة خبيرنا التحكيم إبراهيم المهيري أشار إلى وجود ضربة جزاء غير محتسبة لنادي عجمان في شوط المباراة الأول ناهيك طبعا عن صحة حالة الطرد الطرد صحيح على محمد إسماعيل في طبعا شوط المباراة الأول وبالتالي الكرة هنا تعود الآن لمصلحة نادي الوصل كرة في منتصف الملعب اللي طبعا غادر أرضية الملعب هو علي سالمين علي سالمين لاعب الوسط اللي ما أدري إيش صار بين الشوطين لكن علي سالمين غادر أرضية الملعب والبديل هو عموري كرة تتحول هنا من جديد لمصلحة نادي الوصل في الجانب الأيمن سالم العزيزي نقل إلى سفيان بابليتي يتقدم يرسل الكرة هنا باتجاه فارس خليل فارس عند إدارة أيضا في شوط المباراة الأول الكرة هنا من ألكسندر فازيليفيتش الصرب إلى سفيان بوفتيني مرة أخرى زينهو من جديد نقلات ومحاولات وصلاوية الآن شوط المباراة الثاني كيف سيكون السيناريو سيناريو استغلال التفوق العددي بالنسبة لنادي الوصل هنا في أرضية الملعب عرضية خطيرة من علي صالح عادت إلى زينهو أمام المرمى فابيو ليما والتسديدة سالم العزيز الآن من جديد يحتفظ بهذه الكرة في الجانب الأيمن تغطية من برستيج مبونغو عادت إلى بابليتي ثم إلى سالم العزيزي مرة أخرى الكرة التي لا زالت في أرضية الملعب لكنها لا تتحول لمصلحة نادي عجمان عن طريق وليد اليماحي ثم عصام فايز كرة للأمام أزارو وليد إلى بلال برستيج يكسب رمي التماس هنا لمصلحة فريقه في اللقطة والمحاولة الماضية دقائق الخمس الأولى من زمن شوط المباراة الأول الآن نلعب في الدقيقة الرابعة
ولدينا بالتالي رمية تماس كما نشاهد الآن على الكرة أيضا إلى رمية تماس بالتزامن مع هذا اللقاء. اتحاد تلبا يتقدم على بنياس، واتحاد تلبا أيضا الذي يقدم موسم كبير، هو الآخر أفضل انطلاقة وأفضل بداية على مستوى بطولة الدوري في تاريخ نادي الاتحاد، الذي يتنافس مع عدمان على الوصول إلى فرق المقدمة، وكل نادي عنده 14 نقطة. الآن انطلاقة في الجانب الأيسر خطيرة هذه، سفيان في التغطية وضربة ركنية لعدمان، ضربة ركنية لعدمان، فوز اتحاد تلبا يصل بالفريق إلى 17 نقطة. سيتقدم بالتالي عن نادي عدمان الذي لا زال حتى اللحظة متعادلا مع الوصل، ويلعب وهو منقوص العدد بعد طرد محمد إسماعيل في شوط المباراة الأول. هنا ضربة الركنية، هنا فراس بالعربي عالية في منطقة الجزاء، محاولة بالرأس لكن أيضا الكرة بتتخلص، تعود إلى بلال من أمام عمور يمر، الكرة لمصلحة نادي عدمان، سيطرة من برستيج، مررها إلى عصام فايز، عصام إلى فراس بالعربي واستلام، الكرة لازالت لمصلحة نادي عدمان. عبد الله صالح نقلة أمامية لكنها ليست لأحد، هي لحارس المرمى خالد السناني الذي يقود هجمة الآن بكرة أرسلها إلى فابيو ليما، تحولت الآن إلى زينهو في الجانب الأيمن لمصلحة نادي الوصل، الكرة طالت يا زينهو، عادت إلى وليد اليماحي الذي يبعد الكرة الماضية، وبعد ذلك تعود إلى سفيان بوفتيني لاعب نادي الوصل المدافع المغربي الذي يتركها لعموري عمر ولمسة للأمام، لكن أيضا يتدخل دفاع نادي عدمان. الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثاني أكيد مهمة جدا لما سيحدث بعد ذلك في ما تبقى من شوط المباراة. أول ربع ساعة الوصل بتفوق العدد، عدمان وهو يخسر لاعب، كيف سيكون الموضوع في أرضية الملعب؟ كرة تعود إلى خارج أرضية الملعب الآن، رمية تماس، هنا علي صالح وهنا عموري الذي يعود مرة أخرى، تماس سعيد، رمية تماس لمصلحة نادي عدمان، الكرة لمصلحة البرتقالي أمامية باتجاه أيضا وليد زارو الذي يتحصل على خطأ في اللقطة والمحاولة الماضية. التقليل من رتم المباراة هو الآن أحد العناصر التي سيلعب عليها نادي عدمان، صعب أنك تجاري الوصل وأنت منقوص العدد، الاعتماد على المرتدات، استهلاك الوقت بشكل قانوني بكل ما أتيح الآن في أرضية الملعب. ميريل إلى عبد الله صالح، سيطر على الكرة، هنا إلى علي الحوسني حارس مرمى نادي عدمان، الكرة الآن للبرتقالي عالية وللأمام منتصف أرضية الملعب، بالعربي حولها في الجهة اليمنى هنا عن طريق سعيد سليمان، لكن أيضا فارس خليل يبعد الكرة والمحاولة الماضية. رمية التماس تعود والكرة لمصلحة نادي عجمان الآن، رمية التماس هنا، الكرة عادت مرة أخرى، الحوسني علي شقيق عادل طبعا الحوسني الحارس حارس نادي الشارجة، كرة فيها رمية تماس، سعيد مرة أخرى، ميريل السلوفيني، لكن الكرة تجاوزت الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية تماس لمصلحة نادي الوصل. هنا كوران مدرب نادي عدمان، المدرب طبعا الصربي، مرور جميل من فابيو ليما، زينهو منتصف أرضية الملعب، تقدم الآن بالكرة، وليد اليماحي يتدخل يقطع الكرة والمحاولة الماضية، أزارو كان ينتظر هذه هي الكرة لكنها تعود إلى خالد السناني، بكل تأكيد مرتدات نادي عدمان أيضا ستشكل خطورة في ظل تواجد فراس بالعربي والمغربي وليد أزارو. هنا عموري
عمر تشانكا، عمر يخسر الكرة الآن، عصام فايز هو من يقود الهجمة لمصلحة نادي عجمان، يتقدم عصام وسفيان، لكن سفيان هو من يتفوق والكرة إلى خارج أرضية الملعب. سفيان بوفتيني يتمكن من التفوق أيضا على مواطنة عصام فايز في اللقطة والمحاولة الماضية. سفيان 28 عام ولعب حسنية أكادير والأهلي القطري، وهو اللاعب الذي يتواجد الآن في تشكيلة نادي الوصل. كان وصيف كأس العرش المغربي مع حسنية أكادير، لكن فراس بالعربي، فراس بالعربي الآن يرسل إلى أزارو، أزارو إلى بلال الجانب الأيسر عن طريق اليماحي، وليد يتقدم ينطلق، أعادها الآن إلى بلال، بلال والتمريرة 1-2، هذه الكرة إلى وين؟ إلى حارس المرمى، مرت عدت تحولت لمصلحة خالد السناني الذي يرسل الكرة الآن عالية وللأمام هنا باتجاه علي صالح، وبعد ذلك تعود إلى عصام فايز. اللقطة والمحاولة الماضية، علي صالح الآن من جديد، كرة تفتك ولعب يستأنف، ولدينا يا سلام عصام فايز الآن بالكعب من أمام فابيو ليما في اللقطة الماضية. نادي عجمان في الآن انطلاقة الشوط الثاني يقدم أداء متوازن وجميل في أرضية الملعب رغم حالة الطرد. الكرة إلى خالد السناني حارس المرمى، كرة تصل لمصلحة نادي الوصل مرة أخرى، زينهو يتقدم بالكرة الآن باتجاه عموري، لا جديد حتى الآن في شوط المباراة الثاني، لا فرص، تشعر بأن اللعب بشكل هادي بطريقة هادية، العجمان يتراجع بكل تأكيد بعد حالة الطرد، الوصل تجد بأن لا يستعجل يلعب بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. 10 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الثاني، الأمور حتى الآن لا زالت بنفس نتيجة شوط المباراة الأول 1-1. عمر تشانكا يطلب الكرة، لكن عموري يرسلها إلى فابيو ليما، يا السلام على الاستلام وعلى تدخل وليد اليماحي في اللقطة الماضية، وليد يتدخل بشكل جميل، هنا كنترول فابيو، هنا الدخول أيضا من ليما، والكرة بعد ذلك إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية وليد اليماحي اللي كان أيضا يعني معصب في اللقطة الماضية على ليما، سقوط ليما في منطقة الجزاء. عموما ضربة ركنية عالية في منطقة الجزاء، محاولة بالرأس، وصلت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا لدينا ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة نادي عجمان. شوف حارس المرمى علي الحسني أيضا مع حاملي الكرات، و يعني الآن خلاص راح يأخذ وقته في كل لقطة في كل كرة، من حقه بشكل قانوني، هناك حكم مباراة، إنذارات موجودة، كل شيء موجود، ولكن هذا الأسلوب بكل تأكيد الذي يلعب به نادي عجمان الآن في أرضية الملعب، والفريق الذي يقدم موسم كبير بكل معنى الكلمة. عالية وللأمام وصلت إلى وليد اليماحي، نقلة هنا باتجاه بريستيج بوتينج، هنا الآن لقطة يعود من خلالها حكم المباراة إلى حارس المرمى. شوف يعيد الكرة، يعيد الكرة حكم المباراة إلى حارس المرمى. طريقة تنفيذ ضربة المرمى لم تكن أيضا صحيحة، لم تكن صحيحة، ولذلك هنا الآن تعود الكرة إلى حارس مرمى نادي عجمان مرة أخرى، علي الحسني الذي يستعد الآن لتنفيذ ضربة المرمى. كرة عالية وللأمام وصلت هنا إلى بابليتي منتصف الملعب، علي صالح يحاول الكرة فيها، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لمصلحة نادي الوصل. ألكسندر عمر لمسة باتجاه علي صالح،
يتقدم الآن، يسقط على أرضية الملعب، المرتدة لمصلحة عجمان، سريعة باتجاه وليد أزارو والانطلاقة، وليد أزارو في منطقة الجزاء لم الكرة، الآن لا زالت المحاولة، ضغط من ألكسندر لكن وليد يحافظ على كرته، ينتظر المساندة بكل تأكيد، هنا يكسب بذكاء ضربة ركنية لاعب نادي عجمان وليد أزارو من أمام ألكسندر فاسيليفيتش المدافع الصربي. خوان بيتزي وهذا غوران، بالمناسبة نادي النصر تعاقد وأعلن عن تعاقده مع مدرب صربي أيضا اسمه غوران، وهو مدرب جديد في منطقة الخليج، تاميتش غوران تاميتش، ونتمنى التوفيق حقيقة لنادي النصر في أن يخرج من الدوامة التي يعيش فيها حاليا. كرة تتحول من جديد، نقلة هنا إلى فراس بالعربي، سيطر على الكرة فراس، يعود مرة أخرى إلى عصام فايز، عصام يمر من عموري عالي الآن في منطقة الجزاء الكرة، ولكن خالد السناني في الموعد يرسل سريع الآن باتجاه علي صالح، علي صالح والحوسني خارج المرمى، خارج منطقة الجزاء، يبعد الكرة الماضية، كانت خطيرة، كانت خطيرة لنادي الوصل، لكن الحوسني يتدخل في الوقت المناسب، في الوقت المناسب ليبعد الكرة التي كانت قريبة أيضا من فابيو ليما. ليما الآن ينطلق فابيو يتقدم، مررها باتجاه سالم العزيزي، عرضية عالية خطيرة لكنها أيضا في القائم البعيد، الآن التغطية تأتي من المدافع سعيد سليمان لتصل إلى فارس خليل، بابليتي عموري، نقلة هنا وصلوية عن طريق زينهو، فارس في الجانب الأيسر خطيرة، الله يا ليما يا فابيو، الهدف الثاني للوصل يضيع، يضيع بعد العرضية الخطيرة جدا والتصدي من علي الحوسني، يا لها من لقطة، شوف البداية كانت في إعادة للقطة علي الحوسني الذي أبعد الكرة والمحاولة الماضية من أمام علي صالح بهذه الطريقة، لكنه الآن في هذه الكرة كيف تصدى، كيف تصدى، يا لها من لقطة خطيرة، أبعدها بأطراف القفاز إلى ضربة ركنية من أمام فابيو واصطدت في طريقها بالعارضة لتواصل طريقها إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية الآن عالية من عموري في منطقة الجزاء، خطيرة لعلي صالح ولكن سهلة بعد ذلك إلى خارج الملعب. علي صالح كان ممكن يسدد، على فكرة كان ممكن يسدد الكرة الماضية، شوف هذه اللقطة كان ممكن يسددها لكن لعبها براسه إلى خارج الملعب. خوان بيتزي يبحث عن النقاط الثلاث، هنا الوصل 9 تسديدات، عجمان 5، وضربة المرمى الآن من علي الحوسني، أمامية الكرة، بابليتي باتجاه زينهو، هذه هي الكرة صافرة من قبل حكم المباراة، لدينا القرار يأتي بوجود خطأ لمصلحة نادي الوصل، هذه النتيجة تعني بأن الوصل 16 نقطة يتعادل مع العين في نفس رصيد النقاط، لكن كرة الآن ملعوبة، الله في الشباك الخارجية، في الشباك الخارجية تمر هذه الكرة وتتحول بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، يا لها من لقطة ويا لها من فرصة خطيرة، مرة تشوف هي في الشباك الخارجية لتعود الكرة بعد ذلك إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة نادي عجمان، ضربة مرمى لمصلحة نادي عجمان، الكرة عالية وصلت من جديد هنا في منتصف أرضية الملعب، الكرة باتجاه أيضا فراس بالعربي، يسقط فراس، الكرة لا زالت مستمرة، حكم المباراة يقول العب 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 العب، هنا عموري يقود هجمة وصلوية، عمر عبد الرحمن في الجانب الأيمن إلى فابيو ليما والاستلام، هذه الكرة إلى وين؟
إلى خطأ، إلى لمسة يد كما يشير حكم المباراة. يا فابيو يا ليما، هذه لقطة فراس بالعربي، وهذه لقطة فابيو ليما اللي أشار من خلالها حكم المباراة إلى وجود خطأ. الوقت يمر والكرة الآن لمصلحة نادي عجمان في حال تعادله 15 نقطة يعادل رصيد الوصل السابق، ويبقى أيضا في مكانه بانتظار مباراة اتحاد جلبة الذي إذا فاز على الظفرة في مباراة، أو لا مش الظفرة، بنياس، فإنه سيصل إلى 17 نقطة، ما يقدم أيضا فرهاد مجيدي مدرب نادي الاتحاد شيء كبير وكبير جدا مع نادي الاتحاد. حتى الآن متقدم على بنياس بهدف نظيف، وهو الذي تعادل مع الوصل هنا قبل جولتين بهدفين لهدفين. وليد اليماحي يكسب رمية أو ضربة ركنية، لكن الحكم يقول هي ضربة مرمى، الحكم يقول ضربة مرمى، بينما سالم العزيزي هو من كان في التغطية. ألكسندر فازيليفيتش، لدينا كرة قادمة الآن من اللاعب الصربي، حولها إلى عموري ألكسندر بالمناسبة. أوه، عمر على أرضية الملعب، حكم المباراة أشار إلى استمرارية اللعب في اللقطة والمحاولة الماضية، وبالتالي شوف تغطية أيضا سعيد سليمان الذي أيضا يبعد الكرة إلى خارج الملعب. خارج الملعب 25 دقيقة أو 20 دقيقة الآن من زمن شوط المباراة الثاني. علي صالح وعموري صدم بالحكم، وفابيو ليما إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. شوف لقطة عمر وبعد ذلك أيضا الخطأ ثم العرضية التي وصلت إلى فابيو ليما، طالت على فابيو، كرة تحولت إلى خارج الملعب. لدينا الآن ضربة مرمى، أسلوب عجمان حتى الآن ناجح. 20 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الثاني، الوصل نعم عنده فرص ومحاولات، لكن الوصل حتى الآن لم يتمكن من التسجيل. تعود الكرة والمحاولة مرة أخرى، هنا عجمان إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة نادي الوصل، رمية تماس، تبديل قادم، اللاعب المالي سياكا سيديبي الآن يدخل إلى أرضية الملعب. علي صالح هو من يغادر أرضية الملعب، لاعب بنزعة أيضا دفاعية، وسيديبي الإنذار على جوران، عرضية فارس خليل، الكرة طويلة بعيدة، وين ليش لعبت الحكم، وين الحكم راح عند جوران، وانت يا فارس لعبت الكرة. تعود رمية التماس مرة أخرى الآن أتت الصافرة، سياكا في أول لمسة، عمر سيديبي سيطر مرر عموري، والعرضية الأرضية الخطيرة، لكن هذه الكرة وين عالية، سعيد سليمان يحاول مع أيضا فارس خليل ثم سعيد، والكرة إلى ألكسندر فازيليفيتش الصربي، فراس بالعربي يكسب خطأ لمصلحة نادي عجمان، خطأ قل الرتم قل، يعني شوط المباراة الأول تشعر بأن في فرص لعب متكافئ، المباراة سجال، فرص خطيرة، تكتيكات جميلة، الآن الشوط الثاني أيضا يعني لا يلام نادي عجمان، لكن في المقابل نادي الوصل الفريق اللي عنده الأفضلية العددية هو الفريق اللي ينتظر منه ما هو أكثر من ذلك. منتصف الملعب عصام فايز، كرة إلى بابليتي، وصلت إلى فابيو ليما، تشانكا يتقدم الوصل هنا في الجانب الأيسر، لكن يا سلام على ضغط من بلال، لاعب
يتقدم في الكرة في اللقطة الماضية. هنا عصام فايز يقود هجمة ومرتدة لمصلحة نادي عتمان. عتمان يسيطر الآن، فراس يا سلام بالعربي يمر، لكن حكم المباراة يقول لا وجود لأي خطأ. فراس يحتاج اللعب، يستأنف عموري في منتصف الملعب، والوصل هنا في الجانب الأيسر عن طريق تشانكلاي، والكرة إلى خارج الملعب طالت على عموري. لدينا رمية تماس لمصلحة نادي عتمان، لمصلحة نادي عتمان. الكرة والمحاولة الماضية، شوف هنا خطأ. أيضا الشوط الثاني في توقفات كثيرة، في توقفات كثيرة في أيضا هنا اللقطة الماضية. كوران يطالب لاعبي أيضا بتهدئة اللعب، وهذا هو الأسلوب الذي ربما يعبر من خلال نادي عتمان بالمباراة إلى بر الأمان. نعم، بينما بيتزي لم يفز في ملعبه سوى في مباراة واحدة فقط، مباراة واحدة فقط فاز فيها الوصل في ملعبه، وهذا رقم غير جيد على الإطلاق. فقط أمام الظفرة وكانت بنتيجة كبيرة 4-0 سجل فيها ليما طبعا هاتريك، وسفيان بوفتيني كان قد سجل الهدف الأول. مباراة كانت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري، عاد ذلك ما في انتصارات في زعبين. وطبعا وضع الظفرة خلال هذا الموسم الكل عارف في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط. وطبعا اليوم خسر أمام نادي الشارجة أيضا بهدف من ضربة جزاء. كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، عصام فايز، والدقيقة 70، 25 دقيقة تمر من زمن شوط المباراة الثاني لا جديد. انطلاقة هنا في الجهة اليمنى لمصلحة الوصل، سالم العزيزي عرضية مرت من الكل، الآن وصلت إلى فارس خليل في الجهة اليسرى من أرضية الملعب. فارس والعرضية، الله الله على العرضية الخطيرة التي من خلالها أيضا يسقط سالم العزيزي في منطقة الجزاء. هنا الوصل يضغط مرة أخرى، عموري كرة بالقدم اليسرى تعود إلى بابليتي، سيطر الآن على الكرة، يبحث عن عمر من جديد، عموري من جديد، الكرة تستأنف واللعب يستأنف لمصلحة نادي الوصل. اتاحت الفرصة، عمر لازال على أرضية الملعب. هنا فارس بالقدم اليسرى الأرجنتيني بابليتي إلى سفيان بوفتيني، أرسلها في الجهة اليسرى، سيديبي بصدره، فارس مرة أخرى، هنا استلام ما زال مستمر، عرضية باتجاه المرمى ولكن دفاع عتمان يضغط الوصل ويستمر. هنا كرة عمر خطيرة إلى فابيو، وسالم العزيزي بتسديدة، تسديدة من سالم العزيزي إلى خارج أرضية الملعب. كرة هذه عرضية فارس، سقوط بعد ذلك في منطقة الجزاء في هذه اللقطة ما بين برستيج وما بين أيضا سالم العزيزي. أتت الكرة والمحاولة الماضية، ولكن أيضا شوف سالم من وين أوه هي في القائم طبعا، لكن زاوية صعبة جدا يا سالم، زاوية صعبة جدا. كرة تعود لعلي الحسني حارس المرمى. اتحاد تلبة مع بنياس، نتيجة 2-1 الآن، النتيجة 2-1. تعود الكرة من جديد مرة أخرى، سعيد سليمان إلى حارس المرمى علي الحوسني، وصلت الكرة الآن إلى تانكا سياكا، سيدي بيحولها إلى فابيو ليما. هنا الانطلاقة التي ما زالت موجودة في الجهة اليمنى من أرضية الملعب، والكرة إلى عمر، عموري عموري مررها للأمام لكن أيضا تتخلص. حتى الآن نادي الوصل غير قادر، غير قادر على تشكيل خطورة كبيرة على مرمى نادي عتمان. نعم يصل، نعم في محاولات، لكن عتمان واقف صح،
نقترب من آخر ربع ساعة. نقترب من آخر ربع ساعة والنتيجة لا زالت 1-1 نتيجة شوط المباراة الأول. الوصل في الجولة القادمة أمام بنياس، عدمان في الجولة القادمة أمام اتحاد جلبة، بين الفريقين المتنافسين المتتاليين في جدول الترتيب قبل هذه الجولة على الأقل، فريق السابع والثامن، لكن فوز الاتحاد سيصعد بالفريق بعد ذلك إلى المركز الخامس خلف نادي الجزيرة وأمام نادي العين. والكرة الآن ملعوبة إلى سالم العزيزي، انطلاقة هنا من عموري، تمريرة إلى فابيو، ليما ليما والعرضية الخطيرة، المتابعة غير موجودة الآن، هذه كرة بعيدة إلى خارج الملعب من فارس خليل، الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. يمر الوقت يا بيتزي، تمر الدقائق، ما الحل ما الحل؟ هكذا يتحدث الآن مع مساعدة، ماذا نفعل؟ ما هو الحل؟ حتى الآن لا وجود لأي حل. تبديل قادم سيكون غانم، غانم أحمد سيكون هو الورقة القادمة بالنسبة لنادي الوصل. بيتزي، نتيجة أخرى لن تكون جيدة على الإطلاق بالنسبة لنادي الوصل. هذه كرة ملعوبة في آخر مباراتين، الوصل لا يفوز، فابيو سددها ولكنها اصطدت منذ هدف جيلبرتو في مرمى نادي الشارجة. التعادل ثم الخسارة، والآن تعادل جديد وهذه المرة أيضا في زعبيل. ميريل، سعيد سليمان، كرة عالية وللأمام باتجاه وليد أزارو، انطلاقة من بالعربي، سفيان يتدخل أزارو، لكن يا سلام على المرور سفيان، سفيان يتقدم يمرر الآن إلى سياكا، سي دي بي هنا للوصل في الجهة اليسرى منتصف الملعب، يتركها لعمر، عموري لمسة، تمريرة بالخطأ من عمر أيضا، عصام فايز إلى بلال، يتقدم بلال، سيطر على الكرة، صافرة وخطأ. هنا غانم، من سيغادر أرضية الملعب الآن؟ هو زينهو، زينهو يغادر أرضية الملعب الآن، اللاعب اللي اختفى بعد الديربي، اختفى بعد الديربي زينهو، سجل هدفين في مرمى النصر وبعد ذلك هذا اللاعب لا يقدم الأداء المطلوب في أرضية الملعب. إذن غانم الآن في تبديل وصلاوي، بلال يوسف، استلام هنا من فراس بالعربي لعدمان، تمريرة للأمام لكن الكرة أيضا لم تصل، لم تصل، تتحول من جديد إلى عمر، عموري والتمريرة، هنا غانم في أول لمسة لمصلحة الوصل في الجانب الأيسر الآن، لما الكرة غانم يتقدم أيضا سعيد سليمان، التمريرة وصلت إلى سياكا لكن ميريل يبعد الكرة، هنا لمسة من بلا، يا سلام دخول أيضا من بابليتي، عادت لعمر، فابيو ليما، لمسة إلى جانكالاي، الكرة لسالم العزيزي، سالم والسيطرة، التمريرة من إلى فابيو ليما، عمر، لمسة، بابليتي، محاولة التسديد، المنطقة مغلقة، عدمان يتمركز بشكل صحيح، يغلق كل المنافذ كل الطرق أمام نادي الوصل في هذه المباراة. الآن عمر، عموري، والكرة بعيدة يا عمر، تسديدة بعيدة من عمر إلى خارج أرضية الملعب، شوف عموري، كرة عالية جدا من عمر بعيدة جدا إلى خارج الملعب، فيها ضربة مرمى لمصلحة نادي عجمان، لمصلحة نادي عجمان. 1-1 هي النتيجة، في إنذار على بيتزي، في بطاقة صفراء، اليوم مدربي الفريقين تلقوا إنذارات، بيتزي ولا لا بيتزي، نعم ليس عيسى،
علي وإنما أخوان بيتزي. عالية وللأمام، محاولة هنا بالرأس خارج الملعب من فارس خليل. أزارو، وليد أزارو أيضا يتركها إلى سعيد في الجهة اليمنى، والمشجع الوصلاوي طبعا الغير راضي، الغير راضي، وجمهور الوصل زعلانين، من حقهم يزعلون. الفريق الذي يلعب بأفضلية عددية ربع ساعة في الشوط الأول، الآن 78 دقيقة وصل العدد، يعني أكثر من نص ساعة في شوط المباراة الثاني، حتى الآن لا جديد. فابيو إلى عمر، تمريرة هنا من سالم أو إلى سالم العزيزي، عادت إلى سفيان، سفيان كل لاعبي الوصل متقدمين، خطيرة الآن الكرة إلى تشانكا، لكن بالعربي ينطلق فراس يحافظ على الكرة وسط الزحمة، الآن يمرر، أين أنت يا وليد؟ أزارو لا يصل إلى الكرة، تتحول إلى غانم، غانم الآن يتقدم بالقدم اليسرى، حولها إلى توماس، تشانكلاي على أعتاب منطقة الجزاء إلى سياكا، لكن شوف الدخول القوي من عصام، الآن المرتدة، الآن المرتدة، المغربي والصربي، وليد أزارو مع ألكسندر فاسيليفيتش، وليد يسحب الكرة الآن إلى الزاوية، وليد يبحث عن ضربة ركنية، لكن الكرة إلى حارس المرمى خالد السناني. الدقائق العشر الأخيرة، عمر نزل بشكل جميل إلى فابيو، ليما هنا من جديد، تمريرة إلى عمر في الجانب الأيمن، يتقدم عموري، عموري والانتظار، عموري والتمريرة، لكن أيضا الكرة مقطوعة من عبدالله صالح، توماس تشانكلاي هنا إلى خارج أرضية الملعب، الكرة فيها ضربة مرمى لمصلحة نادي عثمان. عشر دقائق أخيرة، عشر دقائق أخيرة، الآن تبديل قادم بالنسبة لنادي، بالنسبة لنادي عثمان. سنشاهد سعيد جاسم، هذه اللقطة، هذه الكرة اللي أتى منها الهدف الأول في شوط المباراة الأول من ضربة ركنية، تابعها برستيج بشكل جميل، احتج عليها الوصلاوي الصغير. الآن يأتي التبديل لعثمان، سعيد جاسم هو البديل، بينما صاحب الهدف الكونغولي برستيج مبونغو يغادر أرضية الملعب. سياكا سيديبي، قطع الكرة من سعيد سليمان، تحولت لبلال يوسف هنا إلى ميريل، نقلة باتجاه عصام فايز، عصام إلى بلال، بلال يتقدم، كرة من وليد أزارو إلى فراس في الجهة اليمنى، الآن تحولت لمصلحة الوصل عن طريق بابليتي الذي ينطلق، جيرونيمو بابليتي هنا إلى سالم العزيزي، سالم بابليتي، نقلة وصلوية ما زالت مستمرة، منتصف أرضية الملعب، سالم العزيزي مرة أخرى، هل ينجح الوصل في كسر سلسلة النتائج غير الإيجابية في ملعبه؟ هل ينجح؟ ثلاث تعادلات وانتصار وحيد، نعم يعني هو لا يخسر، لكن في المقابل في ملعب زعبيل لا تفوز سوى في مباراة واحدة، تخسر الكثير من النقاط بكل تأكيد. هنا غانم، غانم مرر إلى فابيو، والكرة فيها تدخل إلى خارج الملعب، وليد اليماحي يتمكن من إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة هنا وصلاوية، ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة نادي الوصل. عمر يلعب الكرة الآن عالية، محاولة بالرأس لكن أيضا بتتخلص، فارس بعيدة، بعيدة الكرة الماضية إلى ضربة مرمى، هنا الكرة على الطاير بالقدم اليسرى، تحولت إلى ضربة مرمى بعد ذلك، لتعود الكرة هنا من جديد
لمصلحة نادي عدمان، لمصلحة نادي عدمان. ضربة المرمى القادمة، الآن يأتي الإنذار على علي الحوسني حارس المرمى لإضاعة الوقت، شيء متوقع جدا طبعا. سيعود من جديد هنا في الدوري 1-1، وبالمناسبة يوم الاثنين المقبل يعني بعد غد ستكون قرعة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. سعيد جمعة انذار، او سعيد جاسم انذار. القرعة ستكون في متحف المستقبل في دبي، وطبعا كل الأندية تنتظر هذه قرعة الدور 32 طبعا. محاولة تصل إلى عمر، بعدها ستلعب الجولة 10، ثم يتوقف الدوري، يعود الدوري بعد ذلك في 19 من ديسمبر القادم. لكن خلال هذه الفترة طبعا التوقف، المنتخب، كأس العالم، كأس أديب. هنا الكرة في الجانب الأيمن، سالم العزيزي بكرة عالية لكنها أيضا مرات وصلت إلى فراس بالعربي، فراس بالعربي إلى وليد زارو. يا السلام، سعيد جاسم يقود الآن الكرة المرتدة لمصلحة نادي عدمان. سعيد يخسر الكرة، هنا قطع الكرة يأتي من سالم العزيزي. يا السلام على الروح، على الإصرار من سالم العزيزي في قطع الكرة الماضية، لكنها عادت لعدمان اليماحي. سعيد جاسم مرة أخرى، يا على التمريرة بالكعب، انطلاقة جميلة الآن، وليد اليماحي يقود هجمة، هنا العرضية الخطيرة أمام المرمى لكن سفيان خلصها، عادت لوليد. الآن عدمان يهاجم، الآن عدمان يأخذ زمام الهجوم والمبادرة في الدقائق الخمس الأخيرة على نهاية المباراة. انطلاقة هنا لسعيد سليمان من بين الأقدام، يا سلام إلى فراس بالعربي، الكرة لا زالت مستمرة، هنا التغطية، هنا الكرة، إلى وين هذه؟ إلى خارج أرضية الملعب. عمل كبير، عمل كبير وتركيز كبير حقيقة من فريق يلعب بعشرة لاعبين طوال هذا الشوط ولا زال يحافظ على نتيجة التعادل. هنا الآن فراس بالعربي، فراس يتقدم، فراس الحكم يقول لا شيء، عادت إلى غانم، غانم أحمد ينطلق الآن، غانم يرسل الكرة طويلة باتجاه تشانكلاي، التدخل الآن من عبد الله، عبد الله صالح إلى خارج أرضية الملعب من أمام توماس، بينما فراس لا زال على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله. فراس بالعربي على أرضية الملعب، ولكن اللاعب يستأنف هنا لمصلحة نادي الوصل. عمر إلى فابيو ليما وسالم العزيزي، انطلاقة، كرة لازالت مستمرة هنا لمصلحة نادي الوصل، الكرة من عمر، عموري للأمام عالية، عبد الله صالح خلص الكرة الماضية لتعود الآن من جديد، لتأتي الصافرة الآن من قبل حكم المباراة. ما في لاعب طلع الكرة، وبالتالي حكم المباراة هو اللي صفر، وعلى أرضية الملعب اللاعب طبعا فراس بالعربي اللي طايح على أرضية الملعب في هذه اللقطة وفي هذه الكرة. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. فراس بالعربي لاعب نادي عدمان التونسي صاحب 26 عام، لعب مستقبل المرسى والبنزرتي والنجم الساحلي، ولاعب نادي الفجيرة قبل أن ينضم لنادي عدمان. هنا كانت طبعا لقطة لهدف التعادل لنادي الوصل، الهدف الذي سجله توماس تشانكلاي ليفرح المدرج الأصفر، لكن بعد ذلك لا وجود لأي هدف آخر. طلع اللي في قلبه توماس تشانكلاي بهذا الهدف الذي يعادل من خلال النتيجة لنادي الوصل. إذن فراس بالعربي
يستعد للعودة الآن من جديد إلى أرضية الملعب بعد أن تلقى العلاج. تعادل آخر مخيب للأمال بالنسبة لنادي الوصل هنا في زعبيل. نعم في زعبيل التعادل مع الوحدة 2-2 مع تبل فجيرة 1-1. الفوز الوحيد على الظفرة 4-0. تعادل أمام الاتحاد حتى الآن تعادل أمام عجمان. وهذا إن حدث فهذا يعني بأن الوصل خسر 8 نقاط كاملة في ملعبه من التعادلات الأربعة خارج الملعب. الكرة تعود وتخيل واحدة من التعادلات كانت أمام دبا الفريق اللي يحتل المركز الأخير ب 14 في المركز الرابع عشر بنقطة واحدة. تخيل أن نقطة دبا الوحيدة هي اللي كانت من التعادل أمام الوصل في هذا الملعب. كرة الآن عرضية خطيرة مرت الحكم ماذا يقول هنا في هذه اللقطة التي مرت إلى خارج الملعب. فارس خليل وبعد ذلك ميريل والتسديد إلى خارج الملعب. الكرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى. الآن هل سيكون هناك حديث من الفار في هذه اللقطة؟ تمريرة ولا تسلل؟ ممكن يكون في تسلل على أيضا فارس خليل، لكن أتت العرضية وتبديل لنادي عجمان قادم. الآن عصام فايز سيغادر وناصر عبد الهادي سيكون هو اللاعب القادم الآن في الدقيقة الأخيرة عصام إذن يغادر وناصر عبد الهادي هو القادم الآن في ظل تواجد أيضا اللاعب علي مدن اللاعب البحريني اللي الموسم الماضي قدم أداء كبير جدا مع نادي العروبة وهذا الموسم كان موجود أيضا خاصة في المباراة الافتتاحية لنادي عجمان عندما سجل هدف التعادل في مرمى نادي العين في الجولة الأولى. سالم العزيزي يقود هجمة بعد أن انتهى الوقت الأصلي. لدينا 5 دقائق كوقت بدل ضايع كما كان الحال في شوط المباراة الأول. فابيو ليما الآن انطلاقة في الجهة اليمنى وصلت سالم العزيزي بابليتي الوصل عن طريق عموري لمسة إلى غانم والتسديدة سهلة إلى حارس المرمى علي الحوسني في الكرة والمحاولة الماضية. هنا تسديدة غادم طبعا بالقدم اليسرى علي الحوسني يرسلها عالية وللأمام باتجاه وليد زارو نزلها وليد بالرأس لكنها وصلت إلى سياكا سيديبي قطع الكرة بعد ذلك من فراس ثم سعيد ثم ميريل الذي يبعد الكرة الآن إلى خارج أرضية الملعب. هنا رمي التماس هنا أيضا ألكسندر فازيليفيتش إلى سفيان فابيو ليما يمرر بابليتي نقلة إلى سالم العزيزي في الجانب الأيمن. لدينا عمر عموري يتقدم الآن عموري الكرة لا زالت موجودة استلام من سياكا ألكسندر هنا من جديد قلب الدفاع يتقدم إلى فارس عرضية خطيرة بالرأس من توماس تشانكلاي الكرة إلى خارج أرضية الملعب الآن ضربة مرمى لمصلحة نادي عجمان دقيقتين وباقي 3 دقائق. هنا الكرة تصل إلى سعيد سليمان مرور بشكل جميل يكسب رمي التماس وعجمان يتحصل على رمية التماس. الآن هنا لمصلحة نادي عجمان الكرة على التنفيذ. شوف الآن الدقائق الأخيرة وليد أزارو الحكم يقول ما فيها شيء
احتجاج كبير من قبل لاعبي عجمان، وايضا دكه الاحتياط بالنسبه لنادي عجمان، لذلك تتحول في الجهه اليمنى عن طريق سالم العزيزي. يا لها من لحظات الان مثيره ستكون، ستكون نعم. نلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع، لدينا كره الان، هذه خطيره، فارس خليل امام المرمى عرضها، ولكن ايضا الكره تقطع، وفراس يتقدم، ازارو يريد الهروب، فراس يهرب، فراس ينطلق، يتقدم الان بهذه الكره. اوهو، الحكم ايضا يقول لا شيء، ايضا يقول لا شيء. يا لها من لحظات، يا لها من لحظات، احتجاجات كبيرة الآن في أرضية الملعب. الوصل يلعب الآن في هذه الكرة، في هذه اللقطة التي تصل إلى فابيو، فابيو ليما مررها إلى عمر، عمر يتقدم، عمر من لمسة، عمر لازالت الكرة معاه، يبحث الآن عن الزميل، يمرر هنا إلى توماس تشانكلاي، تشانكلاي الكرة معاه، هذه في إبلال، لكن ترجع مرة ثانية، تعود مرة أخرى لمصلحة سياكا سيديبي. الواصل في هجمة، في كرة عالية الآن، وليد أزارو بشكل جميل يقطع الكرة. شوف الآن آخر دقيقة، آخر دقيقة.